مع العدالة. ونادل يا منادل، نادل يا محاسب. فيما يخص نحن كمهندسين معماريين، نحن كنعيشوا الاقتطاع من المنبع يوميا، في كل دوسي كنحطوه بوغوتوريزاسيون، كنخلصوا عليه اونيفو ديال لا بلاتفورم رخص، كنخلصوا عليه اونيفو ديال ليزاجونس اوربان. هذا الشيء هذا سيرفيس بوبليك اللي كتعطيه الدوله، حنا كنخلصوه من المنبع، حتى شي واحد ما هضر عليه. دونك كل مشروع كنحطوه الا وكنخلصوا عليه. تيجيو هاد الناس هادو كيفرضوا علينا هذا القانون هذا اللي اكيد انه غادي يمنعنا من الاستثمار، اكيد غادي يدفعنا اننا غادي نتخلاو على الموظفين ديالنا. ما تنساوش بان الموظفين اللي عندنا هم اجراء، عندهم يعني الاجره ديالهم عاليه، المينيموم 5000 حتى 20000 درهم في الشهر. هاد الناس هادو غادي يلقاو راسهم في الزنقه. الاستثمار راه حنا سدينا كومبليتوم بهذه القضيه هذه. اللي كيطلبوا منا نخلصوه دابا من المنبع ال دي باسون كنربحوا. دونك مشاكل عويصه اللي كتعيشها ديجا اصلا المهنه قبل من دابا، مي دابا الفاسون فونسي اونكور بلوس. و 90% ديال المشاكل اللي كنعيشوها مع هذه الهيئات هذه. دونك هذا النهار هذا كان وسيله لنا باش نوصلوا الميساج ديالنا. المقترح ديالنا سامبل، هذا القانون خصو يتلغى، ما كاينش مقترح تيني اكزاكتومون. الدوله كتعرف المشاريع اللي كنحطوا، عندهم اكسي العقود اللي كنخدموا فيها، عارفين شنو كنربحوا. دونك علاش هذا الاقتطاع من المنبع؟ علاش الاقتطاع غادي يكون ماشي على ارباح؟ الاقتطاع اللي بغينا نديروه على شيفر دافير. دونك حنا كنرفضوا رفضا باتا هذا القانون المالي الجديد، وكنطالبوا الحكومه انها تعاود النظر في هذا الشيء هذا. ولا 10 وثلاث الحضره لا 5 لا 10. اليوم اربعه الهيئات منظمه بقانون كتنظم هذه الوقفه، كطالب فيها بالغاء بعض المقتضيات الضريبيه اللي جاء بها مشروع القانون الماليه ديال 2023، وخصوصا المواد اللي كتعلق بالاقتطاع من المنبع. هذا الاجراء غادي يشكل واحد العبء على المكاتب والمقاولات ديالنا اللي كتشغل ما يفوق 80000 منصب شغل، وكتستمر سنويا في التكوين المستمر وفي الاجهزه ديالها وفي البرامج المعلوماتيه. علاش يشكل عبء؟ لانه غادي يكون على رقم المعاملات. اليوم حنا هاد المهنيين كيأديو الضرائب ديالهم بانتظام على الربح الصافي، هاد الاجراء غادي يخلق واحد الاشكال في المقاولات ديالنا. اذا الالغاء ديالو حاليا، ونفتحوا الحوار جاد ومسؤول مع السلطات المختصه باش يمكننا نلقاو واحد الحل لنا جميع. وحنا كمهن منظمه كنساهموا بشكل كبير في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه ديال بلادنا، وما يمكنش نتخلاو على الوطن ديالنا في هذه الظروف القاسيه. وحنا كمقاولات رغم الظروف القاسيه كنحتفظوا بمناصب الشغل ديالنا ومساهمين في التنميه. لكن باش نوضح، هذا لا يعتبر رفض، ممنوع شي واحد يرفض اداء الضريبه، ممنوع. هادو مكاتب ومقاولات ديال هيئات منظمه بقانون. هاد المهنيين كيخلصوا المستحقات ديالهم بصفه منتظمه. المشكل اللي كاين اليوم هو الاقتطاع من المنبع على رقم المعاملات. حنا كنهضروا على الضريبه على الربح، على الربح ماشي على رقم المعاملات. ومع ذلك اليوم ما كاينش واحد الحوار جاد ومسؤول معنا باش يمكننا نعطيو اقتراحات وحلول. نطالب بعدالة جبائية عادلة حقا. فأولا نطالب بإلغاء الاقتطاع من المنبع للضريبة على الدخل، لأن هذا الاقتطاع على أساس المعاملات المفوترة هو ظلم وحيف، لأنه كيعتبر هذه الفاتورة كلها هي ربح صافي. ثانيا كون المهنيين في القطاع الحر يوليو جابيل للضريبة ويوليو محصلين ويوليو دي بيرسبتور، فهذا يعني مازال ما لقيتش ليه يعني تعريف في القاموس ديال المهن الحرة. بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة اللي تضاعفات، فنحن كأطباء بياطريين كنشتغلوا مع الكساب في القطاع الفلاحي، اللي هو قطاع يعاني، هو قطاع هش، هو قطاع غير مهيكل، وهو قطاع معفي من الضريبه. وفي هاد الظروف كيطالبوا منا باننا يعني نضاعفوا الضريبه على الدخل. فلذا حنا نطالب باعفاء المهنه البيطريه من التيفيا على غرار المهن الطبيه الاخرى. ثالثا حنا نطالب باقرار
المبدا التشاركي مع الهيئات ديالنا ومع النقابات ومع التمثيليات المهنيه، لان المبدا هو واضح، فلما تفكر بي ولا تفكر معي فانك تفكر ضدي، وهذا الشيء اللي حنا فيه دابا. ورابعا فنطالب بنظام ضريبي يخص المهنه الحره باخذ الاعتبار، اخذ على عين الاعتبار جميع الخصوصيات ديال المهنيه، وكذا نطالب بواحد الاجر اللي هو ادنى مهني سميك بروفيسيونيل غير قابل للتدريب. نحن اسفين ان نكون مضطرين للوقوف والخروج الى الشارع، وخصوصا ونحن من المهن المميزة على الساحة الوطنية، إلا أن الظروف السياسية وما جاء به قانون المالية لسنة 2023 وبعد محاولة فتح حوار جدي وحقيقي ومسؤول مع المسؤولين السياسيين وخصوصا وزارة المالية في شخص السيدة نادية العلوي، وكذلك في شخص السيد وزير المنتدب لدى الوزارة من أجل مكلف بالميزانية، من أجل كما قلت فتح حوار لإيجاد حلول ناجعة ومتفقا عليها تمكن الدولة من إنعاش خزينتها، وكذلك تمكن المهنيين من أداء الضرائب، يعني وهم يشعرون ويصرحون أنهم كوطنيين ملزمين بأداء الضرائب على حسب المستطاع وقدر الإمكانيات التي تتاح لهم من ممارستهم المهنية. كما قلت، إلا أن هذا الطلب لم يستجب إليه من طرف المسؤولين السياسيين، وكانت هناك عدة ضغوط من طرف القاعدة التي تشعر بالغبن وباليأس وتتحفظ بجد على هذه الوقفات. ثم أنه أؤكد أن المهنيين في القطاع الحر لا يتهربون من أداء واجب ضريبي، وهذا أصر عليه، لأن هناك بعض التأويلات التي تقول بأن المهنيين يرفضون هذه الاقتطاعات لتهربا منهم من الضريبة. هذا عكسا، نحن مواطنون واعون بمسؤوليتنا، ونعتبر بأن الضريبة هي عنوان لتواجدنا فيها وانتمائنا لهذا الوطن، ومن الواجب علينا بأن نساهم في تنميته واقتصاده. إلا أنه يجب نطالب بإلغاء أو بتأخير هذا الإجراء حتى نتمكن من فتح حوار جدي مع المسؤولين كما قلت، وليكون هناك يعني بعض النصوص التي تتلائم مع الواقع المهني لجميع المهن الحرة، وكذلك لتستجيب إلى يعني المتطلبات الحالية وميزانية الدولة لتمويل المشاريع التي نحن يعني لسنا مختلفين، وبل نحن متفقون على أن هذه المشاريع تدخل أولا في تنمية البلاد وفي إشعاعها، وهي كذلك إرث لأبنائنا القادمين والأجيال القادمة التي يجب أن نترك لها بلدا آمنا مطمئنا يعني متطورا اقتصاديا واجتماعيا، يعني تحت الضغط الذي يعيشه الشارع قد تذهب الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، وهذا سيكون له أثرا سلبيا على صورة البلاد سواء في الداخل أو الخارج. نادي يا بيطاري، نادي يا معماري، نادي يا مساح، ضد التهميش، ضد الإقصاء، ضد التدريب، ضد التفكير.